الدرس الأول مصادر المعرفة الجغرافية. نشاط واحد، نلاحظ ونستنتج، نصف ما تعبر عنه الصور ولأي علم تنتمي. نستنتج مصادر أخرى لذلك العلم. نحن تعلمنا علم الجغرافيا هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية والبشرية وتوزيعها والعلاقات المتبادلة بينها. أدى التطور السريع في عالمنا إلى التنوع مصادر المعرفة الجغرافية وظهور مصادر جديدة لم تكن معروفة من قبل، وتصنف مصادر المعرفة الجغرافية إلى نوعين، هما المصادر التقليدية مثل الخرائط والدراسات الميدانية والرحلات وغيرها، المصادر الحديثة مثل الاستشعار عن بعد، ومن تطبيقاته الصور الجوية التي تلتقط لجزء من سطح الأرض بواسطة كاميرات أو أجهزة محمولة بالطائرات، والصور الفضائية التي تلتقط من الفضاء الخارجي لسطح الأرض أو لجزء منه بواسطة الأقمار الصناعية أو المركبات الفضائية من ارتفاعات عالية جداً، ونظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع. نشاط 2، نرسم الطريقة التي نسلكها من البيت إلى المدرسة في المستطيل ونكتب أسماء المباني الرئيسة عليها. كل طالب يرسم الطريق الذي يسلكه إلى المدرسة. ماذا نسمي الشكل الذي قمنا برسمه؟ نبحث في برامج الإنترنت مثل جوجل إيرث ونتجول من خلاله للتعرف على أي منطقة نريدها. مفهوم الخريطة. نشاط 3، نقرأ ونتأمل ونستنتج، نصف ما نشاهده، ما المنطقة الجغرافية التي يمثلها الشكل؟ هل يمكن رسم أي منطقة جغرافية من سطح الأرض الكروية على ورقة؟ أي من مصادر المعرفة الجغرافية ينطبق على الشكل السابق؟ نحن تعلمنا الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو لجزء منه على سطح مستوى وفقاً لمقياس رسم معين. عناصر الخريطة. نشاط 4، نقرأ ونتأمل ونستنتج، ما اسم المنطقة الجغرافية التي تمثلها هذه الخريطة؟ خارطة الوطن العربي الطبيعية. كيف نقرأ محتويات الخريطة؟ نقرأها من خلال مفتاح الخريطة. هل نستطيع قراءة خريطة الوطن العربي الصماء؟ لماذا؟ لا نستطيع لعدم وجود مفتاح للخريطة. نحن تعلمنا تصبح الخريطة مفيدة وقابلة للدراسة إذا توافرت فيها العناصر الآتية: عنوان الخريطة يدلنا العنوان على نوع الخريطة وما فيها من معلومات ومن الأمثلة على عناوين الخرائط، خريطة فلسطين الطبيعية وخريطة العالم الإسلامي وخريطة العالم السياسية. المحتوى وهو المعلومات الجغرافية التي تحتويها الخريطة. إطار الخريطة وهو الخط الذي يحيط بالخريطة ويحدد محتوياتها. إشارة اتجاه الشمال وهي سهم يبين اتجاه الشمال الجغرافي على الخريطة. مفتاح الخريطة وهو مربع أو مستطيل يوجد على الخريطة ويبين دلالات الرموز ومعانيها والمصطلحات المستخدمة فيها. الجدول التالي يبين بعض الرموز المستخدمة في الخرائط الجغرافية. مقياس رسم الخريطة وهو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها من مسافة حقيقية على الأرض، ويصغر الظاهرة الطبيعية من حجمها الكبير إلى حجم صغير يمكن رسمها على الورق. ومن أنواعه مقياس الرسم النسبي 1 إلى 100 ألف سنتيمتر، ومقياس الرسم الكسري 1 سنتيمتر على 100 ألف سنتيمتر، ومقياس الرسم الخطي 0.25 50 75 100 كيلومتر.
أنواع الخرائط، نلاحظ ونستنتج، نقيس المسافة على الخريطة بين مدينتنا ومدينة أخرى زرناها باستخدام المسطرة، نحسب المسافة الحقيقية بين المدينتين مستعينين بمقياس الرسم، نبين نوع الخريطة، نسمي مدنا فلسطينية من خلال الخريطة. استخدامات الخرائط الجغرافية، نلاحظ ونستنتج، خارطة العالم الطبيعية، نناقش دلالات الألوان في الخريطة، اللون الأخضر يدل أنها قليلة الارتفاع، اللون الأصفر متوسطة الارتفاع، اللون الأسود عالية الارتفاع. نبين نوع الخريطة وهي خريطة العالم الطبيعية، نستنتج أنواع أخرى للخرائط. يوجد نوعان للخرائط، الخرائط الطبيعية والخرائط البشرية. نحن تعلمنا أدى تنوع الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض إلى تنوع الخرائط التي تعبر عن هذه الظواهر، ومنها الخرائط الطبيعية وهي التي تمثل توزيع المظاهر الطبيعية مثل خرائط توزيع التضاريس والمسطحات المائية، الخرائط البشرية وهي التي تمثل توزيع المظاهر البشرية مثل الخرائط السياسية التي تبين أسماء الدول والحدود التي تفصل بينها، وخرائط توزيع السكان والمدن. نشاط 6، نلاحظ ونستنتج. نلاحظ أن في الصور التالية مذيع النشرة الجوية يوضح توزيع عناصر الجو من درجة الحرارة والضغط الجوي والأمطار والرياح والرطوبة. نستنتج أهمية الخريطة بالنسبة للراصد الجوي لمعرفة المواقع وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية والقيام بأعمال متنوعة. نكمل الجدول الآتي: الشخص، المعلم والطالب لتوضيح توزيع الظواهر الطبيعية والبشرية، المهندس لتساعده في تصميم المباني والطرق، الجندي يستخدمها في تدريباته وعملياته العسكرية وفي تحديد مواقع القواعد العسكرية، قبطان السفينة تساعده الخرائط في السفر عبر البحار. نحن تعلمنا تتنوع استخدامات الإنسان للخريطة، فهي أداة ضرورية لمعرفة المواقع وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية والقيام بأعمال متنوعة، ومن مستخدميها المعلم والطالب لتوضيح توزيع الظواهر الطبيعية والبشرية، مذيع النشرة الجوية لتوضيح توزيع عناصر الجو من درجة الحرارة والضغط الجوي والأمطار والرياح والرطوبة، الجيش يستخدمها في تدريباته وعملياته العسكرية وفي تحديد مواقع القواعد العسكرية، المهندس ليساعده في تصميم المباني والطرق. نشاط 7، نقرأ ونتأمل ونستنتج. الشكل الأول شكل امتداد مدينة رام الله، والشكل الثاني شكل امتداد مدينة طول كرم. نقارن بين مدينتي رام الله وطول كرم من حيث الشكل والامتداد. نلاحظ أن شكل امتداد مدينة رام الله يأخذ بالعرض، وشكل امتداد مدينة طول كرم تأخذ الشكل الطولي. متى نلجأ إلى استخدام الخرائط الجغرافية وما مصادر الحصول عليها؟ نحن تعلمنا أن الخريطة وسيلة مهمة لتكوين صورة واضحة عن سطح الأرض وما عليها من ظواهر طبيعية وبشرية، فمن خلالها نحدد المواقع الجغرافية ونقارن بين الظواهر الجغرافية ونتعرف إلى شكل الظاهرة وامتدادها وتوزيعها الجغرافي. نشاط 8، ننظم جولة ميدانية في محيطنا برفقة المعلم، ونجمع معلومات
عن ظواهر طبيعية وأخرى بشرية من وطننا فلسطين، ونناقشها ونكتبها في الجدول الآتي. بعد أن تعلمت السؤال الأول، أكتب كلمة نعم مقابل العبارة الصحيحة وكلمة لا مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. ألف: الخرائط هي المصدر الوحيد للمعرفة الجغرافية. لا. ب: الصور الفضائية تلتقط بواسطة قمر صناعي من ارتفاعات عالية. نعم. جيم: الخرائط الجغرافية لا تعطينا فرصة المقارنة بين الظواهر الجغرافية. لا. دال: تظهر الخرائط الطبيعية التوزيع الجغرافي للسكان. لا. ها: تتعدد أنواع الخرائط الجغرافية بتعدد موضوعاتها واستخداماتها. نعم. 2- أعدد مصادر المعرفة الجغرافية: مصادر تقليدية، الخرائط والدراسات الميدانية والرحلات. مصادر حديثة مثل الاستشعار عن بعد، الصور الجوية، الصور الفضائية، نظام تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية. 3- أوضح المقصود بالخريطة الجغرافية: هي رسم لسطح الأرض أو لجزء منه على سطح مستوٍ وفقاً لمقياس رسم معين. 4- أكمل الجدول الآتي: عناصر الخريطة وأهميتها: إشارة اتجاه الشمال، أهميتها سهم يبين اتجاه الشمال في الخريطة. إطار الخريطة هو الخط الذي يحدد محتويات الخريطة. عنوان الخريطة يدلنا على محتوى الخريطة وما فيها من محتويات. 5- استعين بخريطة فلسطين ومقياس الرسم وأحسب: ألف: المسافة بين مدينتي حيفا ويافا. المسافة بين حيفا ويافا على الخريطة باستخدام المسطرة تساوي 2.5 سنتي. المسافة الحقيقية بين المدينتين بالتطبيق على مقياس الرسم الخطي تساوي 100 كيلومتر تقريبا. ب: طول الحدود الفلسطينية المصرية: طول الحدود الفلسطينية المصرية على الخريطة باستخدام المسطرة تساوي 5.5 سنتي. طول الحدود الحقيقية بالتطبيق على مقياس الرسم الخطي هي 224 كيلومتر في الساعة. هي 224 كيلومتر تقريبا. 6- استنتج أهمية الخرائط الجغرافية: الخريطة وسيلة مهمة لتكوين صورة واضحة عن سطح الأرض وما عليها من ظواهر طبيعية وبشرية، فمن خلالها نحدد المواقع الجغرافية ونقارن بين الظواهر الجغرافية ونتعرف إلى شكل الظاهرة وامتدادها وتوزيعها الجغرافي. 7- على خريطة العالم الصماء الآتية أعين ما يأتي: قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانيوسيا. محيطات: المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي. بحاراً: البحر المتوسط والبحر الأحمر.